مشاهدينا الكرام متابعينا اذا متواصلين في تغطيتنا الميدانيه ومواكبتنا لهذا الحدث التاريخي العالمي الكبير الذي تحتضنه مدينه العروس مدينه جده. الانطلاقه كانت من كباين فينيسا نقطه البدايه، والان نصل الى نقطه الختام ونواصل او كذلك نشاهد في هذه اللحظات يعني وصول الاعضاء او المتسابقين المشتركين في هذا الماراثون. معي في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات الاستاذ عبد الله خشب رئيس لجنه المنظمه لماراثون موبايلي في نسخته الثانيه او في بصمته الثانيه. بدايه نرحب بك استاذ عبد الله على قناه خالد بازيدان الالكترونيه على اليوتيوب. يا اهلا وسهلا بكم واشكركم على التغطيه الاعلاميه. وبس تصحيح المعلومه، الماراثون هذا التاسع الان وليس الثاني، الحمد لله يعني توفقنا ربنا وفقنا انه نحن ننظمه 9 سنوات متتاليه. الماراثون عباره عن 3 سباقات، السباق لذوي الاحتياجات الخاصه من 3 كيلومتر، وسباق لما دون 18 سنه اللي هو 6 كيلومتر، والسباق النهائي اللي انت تفضلت فيه اللي من كباين فينيسيا اللي 21 كيلومتر للمحترفين والعامه. والحمد لله انتهت الـ3 سباقات الان، ويعني زي ما انت شايف نحن بنستنى الفلول الباقيه، بس الاوائل وصلوا ومن كل فئه، والحمد لله كان حقيقه بدايه رائعه وموفقه للـ3 سباقات. ونحن الان يعني نستنى الفلول الاخيره من المتسابقين من سباق ال 21 كيلومتر. جميل جدا استاذ عبد الله، انطباعاتك عن هذا السباق الذي يصل الى النسخه التاسعه وتواجد ربما اكثر من 8000 مشترك في هذا السباق، انت كيف تعلق على هذا المشهد؟ يعني الحمد لله زي ما قلت لك لانه سنه التاسعه على التوالي، فاخذ الحمد لله وضعه الماراثون وصار مرغوب انه الطلاب والعامه يشاركوا فيه، فهذا حقيقة ساعدنا كثير أنه نحن سنويا بننظم الماراثون هذا. نتمنى التوفيق وإن شاء الله السنة القادمة السنة العاشرة رح نفتح شوية الأرقام، يعني نحن كل سنة نقفل على 5000 شخص، اللي هم 5000 بيسجلوا 7 و8000 و10000، ولكن نحن ما بناخذ إلا 5000 ونفعلهم وندي لهم أرقام، فنتمنى السنة القادمة أنه نحن نرفعها تقريبا 20%. جميل جدا استاذ عبد الله، حسب وجهه نظرك لماذا حضر الاجانب في هذا السباق، او حضر العدين الكينيين المعروفين في مثل هذه المسافات وتغيب للمواطنين؟ لا، هو الحقيقه ماراثون يعني دولي مفتوح للعدائين الدوليين، وهذولا بيتدربوا وعندهم لياقه بدنيه عاليه جدا، والماراثون مفتوح غالبا في كل ماراثونات العالم بيفوزوا فيه العدائين الدوليين اللي هم غالبا يكونوا الافارقه الحقيقه، وهم دولا لياقتهم عاليه جدا. فنحن عملنا السنه هذه بتوجيه من سمو الامير مشعل بن ماجد رئيس اللجنه العليا لماراثون جده موبايلي، وطلب انه يكون في جوائز لاول سعوديين مشاركين، والسنه هذه لاول مره ننفذها، واعتقد انه هي حتكون تحفيز للسعوديين انهم هم يتدربوا ويزيدوا لياقتهم البدنيه على اساس يقدروا يفوزوا في الماراثون بعد خلينا نقول 3 إلى 4 سنوات. جميل جدا، لا اريد الاطاله، لكن ما هو جديد الاستاذ عبد الله باخشه في عالم الراليات، لا سيما وان جمهورك ينتظر جديدك في الفتره المقبله؟ والله ان شاء الله نحن بنشوف دحين انه نحن ننظم رالي جده، ودحين تحت الدراسه للمراحل، وجات الموافقات الحمد لله النهائيه، او اسف الموافقات اللي هي غير نهائيه لسه ومبدئيه، وان شاء الله نستنى الموافقات النهائيه على اساس نبدا العمل ونقدر نشوف وقت معين يبدا فيه السباق باذن الله. جميل جدا الاستاذ عبد الله باخشب رئيس اللجنه المنظمه لماراثون موبايلي في نسخته التاسعه، ثانكس فور كومينج، شكرا لظهورك على محطتنا الفضائيه واتاحتك الفرصه كذلك للتحدث معنا. شكرا لكم. شكرا.